الله يعطيكم العافية. اليوم الجو حلو ومبسوطين كتير. حبيت أشارككم بعض الأفكار اللي سويتها عندي في البيت، تغيير هيك المنظر وشوية ريسايكلينج ممكن تستفيدوا منها، فخليني أورجيكم إياها. طبعا أول شغلة هذا الدرايف واي تبعي، عملت زي طبعات هيك عجبت الكل عندي في الحي، زي ما انتم شايفين ورقة قصقصتها ودهن جواها عدة ألوان، هون غاد في أحمر، هلا بورجيكم هون كيف كمان هاي الطبعات، زي أكنه واحد داخل دب ولا إشي لما يدخل على البيت. طبعا هاي الأرضية زي ما انتم شايفين برضو شغلة اسمها إيبوكسي للفلور، بتعمل عزل للفلور وبتعطي قوة ودوربيليتي وبتعطي منظر حلو. هيك هون زي ما انتم شايفين في شباكين شريتهم من مكان قديم كانوا وسخين، نظفتهم غسلتهم ودهنتهم أعطوا منظر حلو وحطيتهم على الحيط ريسايكلينج. هاي أجال السيارات القديمة، عملناها حواض زريعة دهناها عدة أشكال، هون حطيت زي قلوب، وهذا عم بفكر بنسوي له شغلة ثانية وهذا لونه أصفر. فحبيت اليوم أشارككم هاي الفكرة وإن شاء الله تعجبكم، وإذا في عندكم أفكار تانية اعملوا لي سبسكرايب للشانلز واكتبوا لي تحت في الكومنت ونشوفكم.